اعلم بان الله يا انا هبدا بحكايه قصه كلكم عارفينها. سيدنا عمر بن الخطاب ثلاث قصص الحقيقه. سيدنا عمر بن الخطاب يمشي في الطريق فيلاقي راعي غنم فيحب يختبره عشان يختبر احوال امته ماشيه ازاي. هيختبر الرعيه، هيختبر المجتمع وضعه عامل ازاي، المجتمع كويس ولا ضايع من خلال راعي غنم. فيروح عمر بن الخطاب العظيم اللي عايز يكتشف اخبار المجتمع ايه، ولو سالنا الكلام ده على دلوقتي لو عمر بيفعل هذا الامر الان، لو عمر موجود الان الله اعلم كان سيجد ايه. فيلاقي راعي غنم فيقول له يا غلام اريد ان ابتاع منك هذه الشاه، ممكن تبيع لي الشاه دي؟ ممكن اشتري منك الشاه دي؟ فيقول الغلام انها ليست لي، انها ليست لي، انها ملك سيدي. فسيدنا عمر جامل معاه ممكن تبيع لي؟ قال لي دي مش بتاعتي، انها ملك سيدي. فقال له عمر رضي الله عنه اذا بعني اياها، فاذا سالك سيدك فقل له اكلها الذئب. حجه مقبوله يعني. فنظر اليه الغلام راعي الغنم محدود الثقافة البسيط وقال له الله أكبر. فأين الله؟ فأين الله؟ فبكى عمر وقال إي والله فأين الله؟ فأين الله؟ أنا بقولها لكل واحد في مجتمعنا غش في حاجة، خان في حاجة، فأين الله؟ الله رقيب عليه. عمر القصه الثانيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماشي بالليل بيطمئن على احوال الرعيه وبيعدي من جنب الخيام، فهو معدي يسمع صوت اثنين ستات بيتكلموا. كلكم عارفين القصه، بائعه اللبن. فيلاقي الام بتقول لبنتها يا بنيتي بعي الماء على اللبن كي نبيع اكثر. فقالت الفتاه يا اماه الم تعلمي ان امير المؤمنين، هم قاعدين جوا بيتهم وهو واقف بره، هم مش شايفينه وهو سامعهم، الم تعلمي ان امير المؤمنين قد نهى عن خلط اللبن بالماء؟ قالت يا بنيتي عمر بن الخطاب لا يرانا الان. فقالت الفتاه يا اماه ان كان عمر لا يرانا فرب عمر، فرب عمر يرانا، ربنا رب عمر شايفنا. فوضع علامه على البيت وذهب لاولاده وقال لهم في هذا البيت فتاه، أيكم يجب أن يتزوج هذه الفتاة؟ والله لا تخرج هذه الفتاة من بيت ابن الخطاب، احنا لازم نتجوز البنت واحدة، وإن لم ترضوا أن تتزوجوها أنتم تتزوجها أنا. ففي الآخر اتجوزها ابن أمير المؤمنين، هيتجوز بنت بائعة لبن، بس علشان عندها معرفة الرقيب. واتجوزها عاصم ابن عمر بن الخطاب، ويشاء الأقدار أن يطلع من نسلها مين؟ عمر بن عبد العزيز. فيكون درجة هذه القولة إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، تكون ببركتها يطلع عمر بن عبد العزيز ومن نسلك يا عمر بن الخطاب، ويكون الخليفة الخامس، ويكون صاحب الأفضال العظيمة، وينتشر العدل بامرأة راقبت الله في تصرف فيها. على فكرة العيشة مع الرقيب كلها بركة في حياتك. الموقف الثالث لشاب، والقصة دي بتحكى في قصص تاريخ الإسلام. والشاب ده كان أيام التطرف. الشاب يريد أن يستقيم وبيلخبط، يريد أن يستقيم وبيلخبط، فيذهب إلى عالم ويقول له ألا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليه رجل وقال دلني على قول في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قل لي حاجة ما أسألش عليها حد بعدك. فقال له النبي قل آمنت بالله ثم استقم. فالشاب بيسأل العالم فبيقول له كيف أفعلها؟ أنا مش عارف أنفذ الحديث. فالعالم ما قالوش كلام نظري، قال له وصف عملية. قال له إذا أويت إلى فراشك قبل أن تنام فردد في نفسك مرارا حتى يأخذك النوم. وصف إيه؟ تردد مرارا الله ناظري. أنا بقيت بقول دي من القصة التاريخية دي، الله راقبي، الله شهيد علي. ورددها حتى تنام، فإذا استيقظت من نومك لتبدأ يومك
ترددها حتى تخرج من بيتك. الله راقبك. مش انا قلت لك الحلقه دي محتاجه تركيز؟ هو بيعمل معاك كده، هو بيحفظه جمله وبيقول لي رددها علشان تستقر بذهنك بالليل وبالنهار. ثم قال له العالم: ترددها في يومك ما استطعت. الله ناظري، الله راقبي، الله شاهد علي. رددها 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 واتني بعد سنه لتقول لي ماذا فعلت. الشاب ما رجعليش بعد سنه، لكن الشاب ده هيبقى له مستقبل كبير. الشاب مشي على الوصفه، يقول: فكنت اذا هممت بمعصيه اقول الله ناظري، الله راقبي، الله شهيد علي. وكنت اذا فعلت خيرا اقول الله ناظري، الله راقبي، الله شهيد علي. فكنت اتغير يوما بعد يوم. الشاب بيتطور بالجمله دي، بمعيشه مع هذه الجمله ايام وايام وايام، وفاتت سنه وما رجعش للعالم. لكن الشاب دون دخل الجيش وبدا يتدرب في الجيش وبدا يكبر في الجيش. الشاب دون في يوم من الايام شاف رؤيا، شاف رؤيا ان هو تايه في الصحراء، فجلس على صخره يبكي، فاذا بكوكبه من الفرسان. هو اللي بيحكي الرؤيه بتاعته، انا هقول لكم اسم الشاب ده وهتفرحوا لما تعرفوا. بس بدايته: الله ناظري، الله راقبي، الله شهيد علي. تمر ايام ويشوف الرؤيه دي، هو بيبكي على الصخره يلاقي كوكبه من الفرسان جايين، يتقدمهم رجل ابيض جميل، يتقدمهم كلهم يجلونه. فلما راه يبكي نزل عن فرسه واخذه واستنهضه شد الفوق وضغط على صدره وقال: قم يا محمود، طريقك الى مصر منها هنا ستملكها وستهزم التتار. فكان الشاب هو قطز. وصحي الشاب من الرؤيا وراح يحكيها للعالم الجليل العز بن عبد السلام، قال: ستكون رؤيا خير، وتحققت الرؤيا بواء اسلامه. وبيت الشاب دون: الله راقبي، الله ناظري، الله شهيد علي. عرفت يا اخوانا احنا جايين نحكي في ايه النهارده؟ الرقيب المطلع على انفاس عباده، الرقيب الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، الرقيب الذي يعلم حركاتك وسكناتك وهو معكم اينما كنتم. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله ناظري، الله راقبي، الله شاهد علي. اعرف قصة عجيبة جدا، ان رجل يعني ورجل دول واحد ظلمه في فلوس، وبعد ما ظلم، والقصة كتبت في عدة كتب وهي قصة حدثت ايضا في تاريخ الاسلام، ظلم في فلوس وما كانش معاه ورق، والتاني ضحك عليه وقال له: خلاص كل سنة وانت طيب، راحت الفلوس عليك. الرجل من قهرته، والفلوس كانت كتير يعني بنتكلم في ملايين، الرجل من قهرته مرض، ويبدو ان هو كان خلاص مرض الموت. الرجل ما قدرش يتحمل الصدمه، نادى ولاده وهو بيموت، نادى ابنه الكبير قال له: لو انا مت خلي الجنازه تعدي من قدام دكان فلان اللي ظلمني. وقف قدام الدكان وسلم له رسالته واقراها قدامه، والجنازه ماشيه. ومات الراجل وابنه نفذ الوصيه، وفي وسط من مكان الجنازه ماشيه وقفوا قدام الدكان وقال له ابنه: ارسل لك الميت هذه الرساله، كتبها قبل ان يموت. وفتح الرساله: اني قد ذهبت الى الله وهو يعلم ما فعلته انت بي، فهو يراني ويراك، وانت ستاتي عن قريب، موعدنا يوم القيامه لأسترد حقي. ماشي. ياللي ظلمت الناس سامعني، ياللي كلت حق حد، الرقيب سمع الكلمة: وقد رآني ورآك، موعدنا يوم القيامة لأسترد حقي. إذا كان كل الكلام ده وصل لقلبك، يبقى خليني أقول لك
واتنقل معاك وسائل هذه الرقابة. اولا وكفى بالله رقيبا، يعني هو الله سبحانه وتعالى هو الرقيب، هو اللي معاك، هو اللي الم يعلم بان الله يرى، هو اللي معاك في كل ثانيه في كل دقيقه، الله رقيب. لكن في حاجه ثانيه جعلها سبحانه وتعالى الملائكه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ملك يمين وملك شمال. انت بتستحي من الملائكه؟ اخوانا ده في ملك يمين وملك شمال مراقبين خطوه بخطوه. ده انت لو عندك جيران وبتتخانق مع مراتك بتقول لها وطي صوتك الجيران يسمعونا، فما بالك بجيرانك اللي عن يمينك وعن شمالك؟ عمرك عملت حسنه فقمت قايل اكتب اكتب حسنهيا؟ عمرك عملت سيئه هتوب اهو، يعني لحظه بس هتوب حتى انت لو على فكره في واحد راح لعالم وقال له يعني انا عايز اعصي ربنا وعايزك تلخص لي في المعصيه، فالعالم لطيف جدا فكره بمعنى الرقابه، فقال له نعم فاعصي ولكن باربع شروط، لو عملتهم لو ضمنتهم لي اعصي زي ما انت عايز. فقال وما هي؟ قال اما الاولى فلا تعصاه على ارضه، اذا اردت ان تعصاه ما تعصاهوش على ارضه. فقال فاين اذهب والكون كله؟ طب قال لي طب والثانيه؟ قال ان اصررت ان تعصاه فاعصاه في مكان لا يراك فيه. فقال اين اذهب وهو يراني في كل مكان؟ قال الا تستحي ان يكون ينظر اليك وانت تعصي؟ طب قال لي الثالثه؟ قال اذا ابيت الا ان تعصاه فلا تاكل من رزقه، ما تاكلش من من من, من رزقه. فقال له يعني فمن اين اكل؟ قال اما تستحي؟ قال ان ابيت الا ان تعصاه فقل لملك اليمين والشمال اتركوني الان حتى اعطي ثم اتوني بعد ذلك. قال اتسخر مني؟ قال انت سخرت من نفسك. تعرف تعيش مع ربنا. خلى في وسيله رقابه ثالثه عجيبه جدا سبحانه وتعالى، وسيله رقابه عجيبه، ايه هي؟ ضميرك. تعرفين يا اخوانا ربنا خلقك وخلق جواك جهاز انذار شديد الحساسيه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى اديك مثل عجيب. انت عارفين في محلات في اوروبا لو انت اشتريت حاجه وما رحتش تدفع ثمنها وقمت حاططها في الشنطه بتاعتك سرقتها، في الحاجه اللي انت اشتريتها بيبقى حته معدن صغيره كده، هم لازم يفكوها لك وانت بتدفع الثمن. لو انت حطيت الهدوم وطالع من باب المحل في جهاز محطوط على باب المحل، زماره تي 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 وهو ماسكينك حرامي، كان الجهاز الانذار ده بيقول ايه؟ حرامي 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 حرامي، كانه هو متسلم لكده. خلي بالك عرفت المثل ده، اول ما بتعمل معصيه جهاز الانذار يشتغل سبحانه وتعالى. تبص تلاقي وشك احمر وتبص تلاقي قلبك انقبض، ايه كيف صممك هكذا؟ عايزك تنظر دايما للرقيب على انه خوف بس، لا، الرقيب سبحانه وتعالى على الاشياء الجميله. وهي نقطة لطيفة، ثم انها رقابة لطيفة جميلة. ليه بقول النقطة دي؟ أحيانا يا جماعة الرقابة تكون إيه؟ لو واحد بيراقبك يحصل لك إيه؟ تنزعج. مراقبني أنا مش عارف أعيش. ده يعني تقول أنا مخنوق، أنا مش عارف. لكن الله تبارك وتعالى معك في سرك، معك في بيتك، في عملك، في كل مكان، لكنها رقابه لطيفه. تخيل يا جماعه لو كانت السماء كلها كاميرات بتراقبك. ينفع يعني حاول تتخيل حاجه زي كده، ان السماء متبني منها كاميرات والكاميرات دي بتراقب حركتك. الملائكه انت لا تراها. خفاء الملائكه لطف في الرقابه. تعرف ترجع نظيف جوه وبره زي بعض.